عشاق الملكي نادي الزمالك، اهلا بيكوا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه النهارده مهمه جدا، واحده من الحلقات اللي مليانه كواليس واخبار مهمه جدا لعشاق الفارس الابيض نادي الزمالك. فبدون كلام كتير كده، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، وبينا على التفاصيل. بعد مشكلة حال القيد، وان الزمالك من حقه حاليا خلاص يقيد لاعبيه في حال التعاقد مع اللاعبين، والزمالك خلاص بشكل رسمي يعني هيتم الاعلان عن مدير فني كبير جدا جدا، واسم مدير فني واحد من المدربين اللي هيكونوا اسمهم كبير في عالم التدريب، مدرب يليق بحجم نادي الزمالك، مدرب يعني غير اللي اتعرض في الاعلام، مدرب كبير جدا هيكون في نادي الزمالك قريبا. وخلال الايام الراجل هيمسك الإدارة الفنية بشكل رسمي بعد معسكر الإمارات، يعني مش هيكون في البطولتين الوديتين اللي هيتلعبوا في نهاية شهر يناير مع نادي الزمالك طبعا في دبي. الراجل معتمد جمال هو اللي هيكمل المشوار هناك لحين بقى العودة، وفي ساعتها بقى هيكون المدير الفني الجديد هو اللي هيكون ماسك نادي الزمالك. مدرب كبير قوي وسي في كبير جدا جدا، وإن شاء الله هيكون مدرب ومفيد جدا لنادي الزمالك الفترة القادمة. خلينا نروح لصفقة مهمة جدا جدا دلوقتي، وهي صفقة واحدة من الصفقات يعني اللي الزمالك كان بيقاتل عليها وبيحارب عليها بقاله موسمين، من يعني تقريبا من وقت المجلس السابق، ونادي الزمالك حاطط عينه على ناصر ماهر نجم نادي فيوتشر، لاعب خط الوسط اللي بيأدي بشكل مميز جدا جدا مع فيوتشر، وفي الفترة الأخيرة مش بيشارك لأسباب كتيرة جدا جدا. فالزمالك خلاص بشكل رسمي، نادي الزمالك يعني توصل لاتفاق مع نادي فيوتشر، ونادي الزمالك كده تقدر تقول يعني دخل 7 لاعبين في يعني عرضهم على نادي فيوتشر. طبعا مش كل اللاعبين السبعه دول هينتقلوا لمقابل ناصر ماهر، لا، في الوقت الحالي ناصر ماهر اصبح اقرب من اي وقت حرفيا. الزمالك عارض 7 لاعبين على نادي فيوتشر، يختار منهم 3 لاعبين، والاقرب حتى الان هو عمرو السيسي. وبالمناسبه عمرو السيسي يعني بيتخلف عن معسكر الامارات اللي يعني نادي الزمالك عامله في الامارات، تمهيدا بقى للرحيل في الفترة القادمة او الفترة الجاية. فالمهم صفقة ناصر ماهر هتكون بنسبة كبيرة هيدخل فيها عمرو السيسي، واتنين ناشئين يختار منهم طبعا نادي فيوتشر، من السبعة طبعا يختار الاتنين ناشئين، وعمرو السيسي حتى الان هو الاقرب. وده كان بالنسبة لصفقة ناصر منسي او ناصر ماهر. اذا ناصر مجرد ساعات قليلة جدا، ناصر ماهر حقيقي انا مستني الصفقة دي تتم، لانها هتفرق جامد جدا جدا مع نادي الزمالك وخط وسط نادي الزمالك الهجومي. فكل التوفيق ان شاء الله لانهاء الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات قليلة جدا جدا جدا. كمان عبد الرحمن شيك نجم نادي طلائع الجيش المعار من الانتاج الحربي، الزمالك خلص كل الكلام مع اللاعب، واللاعب وقع وزملكاوي لمدة 4 مواسم ونصف. اللاعب عنده 24 عام، لاعب مهم جدا جدا في مركز خط الوسط، بيلعب مع طلائع الجيش مركز 8 بوكس تو بوكس، بيعملها بشكل هايل جدا. واللاعب خلاص رسميا هيتم الاعلان عنه خلال ساعات قليلة قادمة. اذا حتى الان ناصر ماهر وعبد الرحمن شيكا 2 من الصفقات اللي هيتم الاعلان عنهم تباعا في الايام القليلة القادمة جدا جدا. كمان الزمالك خلص مع محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش، اللاعب المميز واللاعب اللي بيلعب مع المنتخب الاولمبي باستمرار دايما بشكل رسمي، والاعلان خلال ايام قليلة جدا وهيتم الاعلان عن برضو محمد شحاتة الاعلان في نادي الزمالك. فدي اول 3 صفقات لنادي الزمالك في موسم 2024 وبعد رفع القيد. تعال نروح لواحد من الجواهر في الدوري المصري، وهو لاعب نادي سيراميكا كليوباترا محمد شكري، واحد من اللعيبة الجواهر حرفيا نادي الزمالك حاطط عينه عليه وبشكل كبير جدا طبعا بعد يعني الاستقرار على رحيل عبدالله جمعة، وهجيلك طبعا في الراحلين ونتكلم عنهم بشكل مفصل او بشكل اقرب من كده. فالمهم دلوقتي خلينا في محمد شكري، فزي ما قلت لك يعني الزمالك مركز عليه، لان عبد الله جمعه خلاص استقر نادي الزمالك على رحيله، بجانب طبعا شيفو الراجل المحترم، الراجل اللي يعني ما يختلفش عنه اتنين، شيفو خلاص هيعتزل بنهايه الموسم الجاري. فالزمالك محتاج محمد صبحي او محمد شكري في مركز الظهير الايسر بجانب احمد فتوح، عشان يضمن يعني في الحته دي انه يكون دايما متالق ودايما عنده ثبات ومستقبل في المركز الباك رايت او باك ليفت. خلاص محمد شكري رتوش بسيطة جدا جدا في الصفقة بين الزمالك ومسؤولي سيراميكا كليوباترا، وبعد كده تقدر تقول رسميا لاعبا في نادي الزمالك ان شاء الله. لاعب طبعا مخلص وماضي ومتفق على كل حاجة مع الزمالك، فالزمالك اشد حاجة للاعب ده بصراحة، لاعب مهم جدا في مركز الظهير الايسر واحد اهم الموجودين في الدوري المصري
هو محمد شكري في مركز الظهير الأيسر، وصفقة مفيدة لنادي الزمالك بكل تأكيد. كمان الزمالك بيكثف مفاوضاته مع نادي الاتحاد السكندري بقى، وداخل داخله يعني قويه جدا جدا مع الاتحاد السكندري علشان يفنش في صفقه هشام صلاح. الزمالك داخل بايديه واسنانه زي ما بيقولوا، عايز باك رايت مهم جدا هشام صلاح مع الاتحاد، والزمالك حطه خيار اول جدا في الموجودين في الدوري المصري في مركز الظهير الايمن، وعارض اكتر من اسم لدخوله في صفقه تبادليه بقى مع هشام صلاح ظهير ايمن الاتحاد السكندري. وادارة نادي الزمالك يعني شايفين كده انه الاسم الابرز زي ما قلت لك في الدوري، واللي يقدر يفيد الزمالك، عشان كده عرضوا اكتر من اسم على الاتحاد. وخلينا نشوف اليومين الجايين هيسفروا عن ايه، ولكن الزمالك داخل بقوة في هذه الصفقة. كمان احمد محمود الظهير الايمن لنادي الزمالك المعار لنادي الجونة حاليا، لاعب مهم جدا جدا في الجونة، وعامل دور اول وسيزون مميز جدا، فالراجل عامل موسم كويس جدا، علشان كده نادي الزمالك هيقطع الاعاره وان كان بشكل ودي، لان طبعا مفيش بند في حق النادي الزمالك انه يقطع الاعاره ويرجعه. فالزمالك بشكل ودي كده هيعرض على الجونه اكتر من لاعب، وممكن نشوف جدا جدا طبعا محمد طارق بيسو، واحد من الناس دي تكون في صفقه محمد محمود، ونادي الزمالك يعوضهم يعني بلاعب او اتنين او ثلاثة ممكن كمان في سبيل عودة اللاعب. وطبعا اللاعبين اللي هيخرجوا من نادي الزمالك هيكونوا على سبيل الاعارة مش بيع نهائي. اما بقى محمود صابر نجم نادي بيراميدز ونجم نادي المنتخب الاولمبي المصري، لاعب مهم جدا في خط الوسط وجوهرة كبيرة جدا، اخيرا نادي الزمالك بيتوصل لاتفاق مع نادي بيراميدز، وهنشوف صفقة تبادلية قوية جدا جدا بين الزمالك وبيراميدز، يعني ضم اللاعب محمود صابر لنادي الزمالك اللي وقع بشكل رسمي للملكي نادي الزمالك. لاعب جوهرة جدا في خط الوسط، ولاعب مفيد، ولاعب دولي، ومحور خط وسط نادي زد في الفترة الأخيرة في الدور الأول، وواحد من المهمين جدا أو فترة يعني الفترة قبل يناير. لاعب مهم زي ما قلنا، ولاعب دولي، وعنده إمكانيات كبيرة جدا 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 تقدر تفيد نادي الزمالك، وتقدر تعلي خط وسطه، وكواليتي لاعب حرفيا لاعب عالمي ولاعب أوروبي بمواصفات أوروبية. وما تنساش ان واحد من نجوم المنتخب ودايما لاعب منتخبات، فلاعب مهم جدا واضافة لنادي الزمالك. الزمالك خلاص هيعمل صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، وهنشوف صفقة مهمة جدا هتدخل في صفقة محمود صابر، ولاعب هيفيد نادي الزمالك اكيد بكل تأكيد. كمان رسميا الياس الجلاصي يوقع لنادي الزمالك، والزمالك تقدم بعرض رسمي بقى للمصري بورسعيدي عشان يحصل على خدمات اللاعب الياس الجلاصي، واحد من المهمين والمتوهجين مع المصري بورسعيدي، وهنشوف صفقة تبادلية بين نادي الزمالك وابناء بورسعيد. طبعا الياس الجلاصي مركزه خط وسط رقم 10 بلاي ميكر، وعنده خبرات كبيرة جدا جدا، يقدر يشيل خط وسط الزمالك الهجومي بشكل كبير، وصفقة مهمة، وواحد من اللاعبين يعني اللي تقدر تقول عليهم انتهوا بشكل شبه رسمي، اتفاق قليل يعني بسيط جدا هينهي الصفقة، ويعني نادي الزمالك داخل في الصفقة بشكل رسمي مع المصري بورسعيدي علشان يخلص الصفقة في اسرع وقت. كمان الزمالك رسميا بيستعيد خدمات اسامه فيصل نجم نادي البنك الاهلي والمعار من نادي الزمالك طبعا، ونجم من نجوم نادي المنتخب الاولمبي في الفتره الاخيره، واحد من اللاعبين المهمين جدا، ومهاجم وسترايكر يعني كده استوى بمعنى الاصح مع نادي البنك الاهلي، ولاعب مهم جدا جدا. والزمالك يعني تواصل مع نادي البنك الاهلي لاستعاده طبعا او قطع اعاره اسامه فيصل، وتعويض البنك الاهلي باكتر من اسم، سواء بقى عن طريق البيع النهائي او الاعاره. وكمان شويه هقول لك عزيزي الزملكاوي مين اللي خلاص الزمالك استقر على رحيلهم في يناير. المهم دلوقتي ماذا عن احمد حمدي، لاعب مونتريال الكندي ولاعب الاهلي السابق، اللاعب اللي حاليا بالمناسبه يعني هو فري، لاعب يحق للتوقيع والذهاب لاي نادي مجانا. فاللاعب خلاص يعني نادي الزمالك صاحب ال 25 عام بالمناسبه، برده سنه صغير جدا جدا، ولاعب هيكون مميز في خط الوسط. موضوع احمد حمدي واقف على الاتفاقات الماديه، لان اللاعب طالب رقم والاداره مش موافقه، وعايزه تعمل سقف رواتب يعني للاعبين. مفيش لاعب داخل الفريق او اي صفقه جايه جديده هيدي يعني نادي الزمالك الرقم الاكبر ليها لحد اللحظه ديت بنسبه كبيره، او بنسبه تتجاوز 70% على الاقل، يعني قريب جدا من نادي الزمالك احمد حمدي. بالمناسبه هو مخلص، ولكن يعني الاتفاقات الماديه بس هي اللي موقفه الصفقه نوعا ما. كمان عزيزي الزملكاوي عايز اقول لك مفيش اليوباجي، يعني فاكرين تقريبا كده اليوباجي كان واحد من لاعبي نادي الاهلي المتالقين، او اللي يعني تحس كده ان هم يعني ما اخدوش فرصتهم قوي، ولكن ما تعرفش تحكم عليه انه كويس ولا وحش، ولكن في النهايه هو كان في موسم 2020 تقريبا مع النادي الاهلي اليوباجي، وخلاص الراجل احترف في الدوري الفرنسي مع بوردو
في الدوري الفرنسي، واحد من اللي ماشيين بشكل كويس. واللي عايز اقوله لك، نادي الزمالك مفيش اليو بادجي، ونادي الزمالك مش هيتعاقد مع لاعب من اوروبا علشان القيمه التسويقيه او القيمه الشرائيه هتكون كبيره جدا جدا في فتره نادي الزمالك بيعاني فيها من الموارد الماديه. فعشان كده هيكون صعب جدا التعاقد مع اليو بادجي، ومفيش اصلا اي مفاوضات مع اليو بادجي. ماذا بقى عن كريم عبد الحق الناشئ الصاعد الواعد؟ كريم عبد الحق لاعب نادي الزمالك خلاص بشكل رسمي يعني او نهائي، يعني نادي الزمالك هيطلع اللاعب اعاره، والاقرب حتى الان هو نادي فيوتشر في صفقه ناصر ماهر. مش قلت لك في صفقه هتكون يعني من الناشئين؟ فوارد جدا يكون كريم عبد الحق من ضمن الصفقه اللي هتكون من ضمن الناشئين مع عمرو السيسي. لو في حد بيفهم كوره صحيح يعني هيكون مؤيد جدا للقرار ده، لما الراجل يطلع يكتسب خبرات كبيره جدا بره وياخد عدد دقائق كبير ويظهر بامكانياته الكبيره، ويرجع لك بقى لاعب كبير جدا زي اسامه فيصل وغيره وحسام اشرف ولاعبين كتار جدا جدا زي مصطفى محمد وماجد هاني وغيرهم وغيرهم. لكن لو استمر في الزمالك مش هيلعب لا على مصطفى شلبي ولا على زيزو ولا على اي لاعب من لاعبي نادي الزمالك الحاليين، وطبعا ده الافضل ليه انه يخرج اعاره، وده قرار مؤيد جدا جدا ليه انا من وجهه نظري، وده قرار ممتاز جدا جدا لما يكون عندك لاعب موهبه طبعا انه يخرج اعاره يتالق ثم يرجع او يعود لنادي الزمالك، ده اكيد هيمثل اضافه لنادي الزمالك. ماذا عن الرحيل عن نادي الزمالك؟ خلاص قضي الامر بشكل رسمي، نادي الزمالك استقر على رحيل عبد الله جمعه نجم نادي الزمالك، اللي خلاص يعني الراجل بقاله سنتين او ثلاثه داخل في الثلاث سنين تقريبا الراجل مصاب، ما نعرفش بيتعالج من ايه، فاصاباته كترت، هو خارج التركيز، ما تعرفش في النهايه العيب من عبد الله ولا من مين، ولكن عبد الله مش مركز في الكوره. فعبد الله واحد من المواهب اكيد اللي هنزعل عليها، ولكن في النهايه واحد من اللعيبه اللي خلاص نادي الزمالك استقر على رحيلهم، مش بس عبد الله جمعه، لا ده كمان معاه عمرو السيسي، وزي ما قلت لك عمرو السيسي داخل في صفقه، ومعاهم محمد اشرف، رؤى مودريتش طبعا خلاص بشكل رسمي، رؤى هيرحل عن نادي الزمالك بشكل رسمي هذا الموسم، يعني في يناير على فكره عشان تبقى واخد بالك، يعني انه هيرحل في يناير مش بس نهايه الموسم او يعني في بدايه الموسم الجديد. كمان ضايع عنده عرض من نادي فيوتشر وسامسون، الزمالك يعني بيسابق الزمن علشان يسوقه حتى لو في الدوري المصري ولو على سبيل الاعاره، فالزمالك بيحاول بايديه واستانه زي ما بيقولوا علشان يخرج سامسون ونضاي من نادي الزمالك بشكل يليق، علشان بس يعني ما يحصلش مشاكل زي الادارات السابقه، علشان يخلصوا من اللعيبه بشكل مرضي وبدون اي مشاكل. زي ما قلنا كتير يعني نادي الزمالك خلاص هينضف من اللعيبه اللي ملهاش لازمه، هينضف من اللعيبه اللي تيشيرت نادي الزمالك كبير عليها، فالفريق هيتغربل في فتره يناير بشكل يعني مرضي جدا جدا. وكمان مع نهايه الموسم وبدايه الموسم الجديد هتلاقي الفرقه نطفت بقى من الناشئين اللي ملهمش لازمه، اللي ملهمش يعني دور في نادي الزمالك زي بيسو ومحمد طارق وسكر ولاعبين تانية. اي لاعب هيكون يعني اسمه موجود في القايمه بس كاسم شرفي نادي الزمالك هيخرجه، لان عايز الاسكواد بتاعه يكون كله يعني نادي الزمالك في الكره الحديثه، عارفين ان كل لعيبه بتشارك، فنادي الزمالك عايز كل الموجودين يكونوا على نفس المستوى، عشان كده لعيبه كتار جدا من الناشئين ممكن نشوفهم خارج نادي الزمالك ما بين بقى بيع نهائي ومبين بيع اعاره وكده. فدي وجهه نظر الاداره ووجهه نظر المدير الفني طبعا في المشكله ديت او في النقطه ديت، فعشان كده الناس تصبر وناس تهدى على مجلس الاداره. قلنا قبل كده قبل ما يتفك القيد، قلنا عايزين الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء، الناس بتشتغل في صمت، وكل الدعم لاداره حسين لبيب وعصر جديد لنادي الزمالك، كل الدعم لزمالكنا الحبيب. بكده نكون وصلنا للنهايه، اتمنى اشوفكم في حلقات قادمه جديده، وفي النهايه سلام.